الله يسامحك، ولا مسك ولا السنجاب. لا 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 لا، يعني بتظلك تتفلسف يا السنجاب، وكل شوي بتنط قدامهن وعامل حالك شاطر وبتقدر تهرب منهن. طيب هذا هو مسكك، شو اسوي لك؟ نصيبك. سبحان الله، هاي شريعة الغاب، هيك القوي بوكل الضعيف، وهذه بتتفرج على الجريمة، وهاي بتتفرج على الجريمة، وخلص أحسن يموت لأنه في آخر رمق. طب يا زلمة اشفع فيه انت، روح احكي لصاحبك. بعد في تالي حياة، عاد احنا موصينهم يقتلوا الفيران مش يقتلوا السنجاب، يعني هاي عملته شنيعة. ضلك نط قدامه تا سقطك.